بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. هكذا أشواطنا تتواصل في مساء هذا اليوم بميدان الساد، أشواط الصعوب صندوق الخاص لأهل الساد، تتواصل انطلاقات الفطايم الصعوب أول أشواط القعدان. نسير وياكم إلى مقدمة شوط مروح، سعيد بن مسلم بن حمد الجنيبي يتصدر قيادة شوط، ويليها المركز الثاني الشبابي سهيل بن مبارك بالقرين العامري للمركز الثاني. نغلي للمركز الثالث راهي سهيل بن محمد بالحطم العامري. هكذا النداء، هكذا المسار للأسماء المتقدمة في شوط القعدان، في تحديات القعدان بميدان الساد. نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى، ونسير وياكم إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا مروح، سعيد بن مسلم بن حمد القريبي فاز بأول الأشواط، يطمع يسجل الحضور بأول أشواط القعدان الصعوب الفطايم. نتمنى التوفيق للجميع. الشبابي سهيل بن مبارك بالقرين يرفع راية الخطورة، يرفع راية الخطورة الشبابي، يصبح في المركز الثاني، عينه إلى مقدمة الشوط الثالث. متواجد راهي سهيل بن محمد بالحطم، لكن خلاص نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. الله 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 الله، الشبابي سهيل بن مبارك بالقرين ينتزع المركز الأول، وصل بالحطم، بسم الله ما شاء الله، عبر بالحطم، عبر بالحطم، عبور الكرام بأول أشواط القعدان الصعوب. ما شاء الله يا سهيل يا بن محمد يا بالحطم يا العامري، ينتزع المركز الأول، والتهني لمحمد بسهيل بالحطم على فوز راهي بالمركز الأول بأول أشواط الصعوب. راهي 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 سهيل بن محمد بالحطم العامري المحطم، يحقق الفوز، يحقق الانتصار بالقرين، يعود الشبابي، الشبابي في اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرقة، اللحظات الحاسمة. سهيل بن مبارك بالقرين العامري ينتزع المركز الأول. تهانينا تهانينا والناموس لسهيل بن مبارك بالقرين، نهني على فوز الشبابي بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام محمد بسهيل بالحطم، المركز الثالث مروح سعيد بن مسلم بن حمد القنيبي. التوقيت 2:27.